صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله ويانا في أول أيام عيد الفطر المبارك. عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويسعد الله صباحكم بكل الخير. وأكيد عيدنا معاكم في البيت راح يكون هالسنة غير واختلف، يا رب تنعاد عليكم هذه الأعياد الجميلة بالخير والمسرات. عيدكم مبارك بدر. أساس من عواده شيماء، مع انطلاقة تغطيتنا المباشرة عبر شاشة تلفزيون البحرين بهذه المناسبة، نبارك اليوم لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين وجميع المقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة، عسى الله يعيدها علينا والبحرين بخير وأمان يا رب. اللهم آمين. مشاهدينا مع فرحة العيد بنكون معاكم، ولكن عبر شاشة تلفزيون البحرين حاول نحن نغطي لكم كل ما يخص هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم. بما أن هالسنة عيدنا غير، دائما تذكروا أن سلامتكم وصحتكم بتكون بهذه الفرحة أكبر وأهم. عيدكم بيكون عيدين، خصوصا لما تلتزمون بالإجراءات والإرشادات الاحترازية. احنا بدورنا مثل ما تعودتوا ان احنا نغطي لكم أهم وأبرز الفعاليات اللي تصير في مختلف مناطق البحرين. تابعونا وانتوا في البيت، لأن فريق الإعداد حرص أن يركز على اهتماماتكم عشان تستمتعون معنا في هذه التغطية الخاصة بعيد الفطر المبارك. الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. آمين يا رب. ونحب ننوه خلال حلقتنا اليوم راح تشاركنا الرسامة زهراء الأحمد بلوحة فنية بمناسبة عيد الفطر. طبعا أنت مو غريبة على تلفزيون البحرين، دائما معنا في المناسبات، يمكن شنو الرسم اليوم صدني فضول. أي زهراء إيش عندك؟ أنا يعني شفت ما شاء الله شغلك من قبل وعندك أكثر من لوحة، بس في كانفس فاضي أو لوحة لحين ما ابتديتي فيها، ايش متفاجئين في اليوم؟ هي بتكون لها علاقة بالوضع الحالي. أوكي. فبتكون عن أهمية التباعد الاجتماعي بيننا في هذه الأوضاع. نعم. هو عادة احنا دائما نقول ان صلة الرحم لازم صلة الرحم، بس في هالحالة اللي احنا فيها حاليا اكيد فهذه اللوحة بتبين ان أهمية شلون التباعد بيكون حق صحتنا. صح، يعني انا عمري ما حبيت التباعد الاجتماعي، بس هالمرة حبيته لانه في مصلحة الجميع. صح. في مصلحة المجتمع وفي مصلحتنا كلنا، يمكن احنا ملتزمين جدا بهذا الشيء، ولكن يعني حتى وياك اليوم لاحظ ان احنا ما جيناك للستيج ولكن ان شاء الله راح نشوف اللوحه بعد ما تخلصين. شكرا لزهراء، يعطيك العافيه. الله يسلمكم. مشاهدينا انت في البيت، يمكن هالجمله هي اكثر جمله او اكثر شيء سمعناه خلال رمضان هالسنه. الكثير من الناس كانوا يترقبون سماع هالجمله، بس مو من اي احد، تحديدا من مريم ابو كمال. محظوظ اللي بيرن تلفونه وبينسال انت في البيت، واذا كان جوابه ايه رح يحصل على الألف دينار. هذا البرنامج اللي كان أمانة حديث الجميع ما بين مؤيد ومعارض نجح بكل المقاييس. قبل ما ندخل بتفاصيل وحديث أكثر عن هذا البرنامج، خلونا نشوف وياكم هذا التقرير وراجعين لكم. لاقى برنامج أنت في البيت واللي عرض على شاشة تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك أصداء واسعة في المجتمع البحريني، وشهد تفاعل كبير من خلال الجمهور. تمام، يلا مبروك عليك الألف دينار، شكرا لك.
ويهدف البرنامج لتقديم مكافأة مادية للأشخاص المسجلين في تطبيق مجتمع واعي والملتزمين في البقاء في المنزل بإشراف لجنة طبية مشتركة مع وزارة شؤون الإعلام وخبراء يمثلون الجمعيات التقنية في مملكة البحرين بمعايير شفافة وحيادية. مشاهدينا، بعد ما شفنا كواليس برنامج انت في البيت بنتوسع للحديث عن تفاصيل البرنامج مع الاعلاميه مريم بوكمال مقدمه البرنامج ومدير اداره الابداع والاعلام الالكتروني. كل عام وانت بخير، عساك عواده. وانت بخير وصحه وسلامه يا بدر وشيماء، حلوه منوره النين. انت اللي منوره، هي فعلا 10 دقائق تطلعين فيها اكثر من مره، لكن 10 دقائق اثرت وتركت اثر واثارت فضول، خصوصا من اول حلقه. صاير شو السالفه عقب الفطور مباشره؟ ما في سؤال، شلون 1000 دينار؟ كلميني عن الفكره، شلون ابتدت هذه الفكره وشلون كبرت وتبلورت. في البدايه بس حابه اقول حق المشاهدين كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هذا العيد اجمل من اي عيد طاف علينا، وان شاء الله هالازمه بتعدي ان شاء الله، كلها ايام او شهور. يلا منتظرين وقاعدين ويا الحكومه نطبق جميع القوانين وان شاء الله تعدي الازمه. برنامج انت في البيت يعني يمكن الكثير ما يعرف انه هو طلع او فكرته جات قبل ب 12 ساعه من رمضان. جاتنا المكالمه من الاداره، طلعوا برنامج باكر كذي كذي، هذه الكونسبت كذي، يلا برزوا. ف خبركم اجتمعنا كلنا بسرعه بسرعه ويلا وديكور وشعر ومكياج ولبس، يعني مذيع غير لما مذيع يقدم، فيبي لنا وايد اشياء علشان تكمل اللوك. طلعنا بالكونسبت ان احنا نطلع 5 مرات في اليوم في الليل بعد الاذان للساعه 12، لان هي هاي البيك تايم عند الناس، هاي الوقت اللي الناس تطلع فيه، مع انه ما في محلات مباطله ما يطلعون، وين يروحون؟ في الشوارع وين يروحون؟ فيعني مثل ما قلتي في البدايه يمكن الناس استغربوا شو السالفه، لانه ما اعلنا عن البرنامج ولا قلنا شنو هو البرنامج، بس طلعت مريم قالت الو انت في البيت خذ مكافاه اذا حبيت، شو السالفه؟ قد مره مر علينا برنامج في الوطن العربي كله، انا ما قد شفت برنامج كذي. فوايد تحمسنا للموضوع انه هو خارج الصندوق، ما قد مره توقعنا ان بنقدم برنامج بهذه الطريقه. فالحلو في مثل ما قلتي انه كان في مؤيد ومعارض، واللي ما عجبه البرنامج يمكن سالفه الخصوصيه وغيرها، حاولنا نأقلم البرنامج على حسب رغبتك انت يا مشاهد. صحيح. ما حبيت يطلع بيتك معلش، سوينا لك طريقه خاصه، عطنا رقم البيت من برا وعطنا او طرش لنا لايف لوكيشن، فتكيف البرنامج على حسب رغبه الجمهور. حلو. يمكن التحضير كان صعب، يمكن بالنسبه لكم نفس ما ذكرتي في وقت قياسي بالضبط. يمكن ليه اليوم الناس تتساءل شلون كانت اليه السحب، شلون كانوا يتصلون؟ يعني اتذكر انا يعني على اواخر رمضان الوالده قالت لي مريم شلون تسحب على الهواء في التلفون، خلينا نتكلم اكثر عن الاليه وشلون صارت، وايضا عشان المصداقيه والناس اللي دائما يشككون. يعني احنا وضحنا اكثر من مره، وطلع ايضا تعميم من الحكومه الالكترونيه انه يصير السحب عن طريقهم، وهناك لجنه مختصه مكونه من عدد من الافراد من جهات معينه اللي لها علاقه بالبرنامج، فاللسته دائما تجينا من عندهم. احنا اللي علينا شو نسوي؟ بس نسيب الارقام في الواتساب علشان ان انت تقدر تتصل، اذا مو مسيف الارقام واتساب ما تقدر تتصل في اي احد. فلذلك الناس في البدايه كان عبالهم ان احنا نسوي، احنا عندنا الارقام احنا عندنا كل شيء. صح. بس مع الايام كل شيء في البدايه لازم يسوي موضوع عود، بس مع الايام اتقل الايقل الكلام. صح. لما توضح الفكره عند الناس والحمد لله مشينا على خير عقب. حلو. على طاري يعني مع الايام، انا خليني اوقف عند هذه النقطه. يمكن البرنامج مريم في البدايه يعني الناس كانت وايد تفكر في الجانب الخفي منه. صح. مثل ما ذكرتي شلون يتصلون في المشتركين، على اساس ينسحب الرقم، الى اخره، امور يمكن الناس ما تعرفها. صح.
تصير في الكواليس امور تحضيريه لان ذي البرنامج لايف وانت قاعده تتصلين فيهم على الهواء، فتداركا لهذه الاخطاء او الاشياء اللي تصير على الهواء فيتم التحضير له. احنا نبي نتكلم الحين عنك انت وعن فريق العمل، شلون تصرفتوا بطريقه ايجابيه؟ اوكي، لان انا يعني في البدايه لاحظت انه كان في نفس اللي تعرفين الدفعه هذه النفسيه في انك تدافعين عن البرنامج. صح، كلميني عن هذا. انت قلتي لي هدي ولا عليك ولا قلت لك هدي، قلت لك ريلاكس ريلاكس. تعرفين الشخص المظلوم اي يعني انا مظلومه لا لا انا مظلومه ارجوكم، واحنا اللي حبيناه صدق ان الارقام ما تجي من عندنا. فاحنا وايد ريلاكس في هاي الموضوع، بس الهجوم اللي كله هجوم يخليك انك انت تنقهرين. انا قاعده احاول والفريق العمل كله ان احنا نفرح الناس في هذه الفتره، ان احنا نغير لهم جو. ليش انتوا بس يوتوا على هذا الموضوع؟ بس مثل ما قلتي احنا خذينا الموضوع شوي شوي. معليش في البدايه الصج اكونتات وايد كتبت يعني، وطلعت لايف في اكثر من 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 موقع، حتى مع الفاروق طلعت لايف. بس ابي اشرح حق الناس، مو تبريرا ان اشرح، لان في بعض الناس ما يتقبلون ان الكلام يطلع مثلا من جهه معينه او تعميم، يبون يسمعونه من المذيع نفسه او يبون يسمعونه من جهه معينه. فاحنا حاولنا نرد عليهم بجميع الطرق، ليه ما عقب انتم شفتوا وقفوا في الموضوع، يعني ما قعدوا يقولون وين الشفافيه وين المصداقيه. وانا بالنسبه لي لو كانت الاتصالات نتصل فيهم قبل البرنامج نقول لهم خلكم ستاند باي، ترى بتطلعون في برنامج احلى، لان كنا بنشوف رياكشنات حلوه. انا لين اتصل لهم كله الو هلا مقلب ولا صوت ولا لا ولا اللي انا استوي داون، يعني اللي احتاج بعد الواحد انه يكون معي. صح، انتم تعرفون مذيعين، ولما ضيفكم داون تردون وياه، اذا مفرفش بتفرفشون وياه. فهذه بس الشيء الوحيد اللي كان ياثر يمكن حتى انا على نفسيتي، لما مثلا اتصال اي واو، اتصال اي اوكي مشكوره مع السلامه، اقول انا ايش سويت غلط يعني. صح، بس انه مهما كان هم لانه مو بمحضر له، ولان الناس ما تدري، فناس عبالهم مقلب. صح، ناس عبالهم برانكول وغيره من هاي السوالف. بس بعدين يعني بعد صارت على البرنامج بدر من كثر ما ضرب صارت برانكول صجيه وايد، صارت في مقالب بعدين. صح، مقالب صجيه، وحتى يعني خبروني اكثر من مره انه في البرنامج ذكري بان الصوت اللي بتسمعونه هو صوت. صح، مريم ابو كمال تكلمكم تقول لكم الو معاكم برنامج انت في البيت، لكن بعد الناس سجلت هذا المقطع وسووا فيه مقالب ودقت. شيء ما ادري، شيء ما ادري. واحد من جماعتنا سووا فيه مقلب ودقه، قال انا في اليوم اللي مو في البيت اتصلت فيني مريم ابو كمال عاد طابخينها. مريم رياكشنات وايد مرت عليك. صح، يعني خصوصا انا نفس ما ذكرتي العاده يعني نتصل من قبل نطلع اسمك استعد خليك في البيت. صح، اليوم الصدمه تكون على الهواء يعني. ناس يطقون ميوت، يطقون ميوت لان يبون يعبرون مشاعرهم او يقولون اوه اكيد تصادق اتصلت، بعدين يطقون. زين شلونك مقهويك؟ بكمل سؤالي. يلا يلا كمل. طبعا والرياكشنات انا يعني يمكن وايد حلقات شفتها، لان انا ايضا ملتزم واكون في البيت. شلون ردت فعلك انت؟ شو اللي قدمت لك هذه الرياكشنات؟ خصوصا في ناس دعت لك، في ناس يمكن في امس الحاجه لهذه المبلغ. والله أنا كنت وايد أفرح إذا أحس إن المتصل صدق كان يحتاج هذه الألف دينار. مو أنا اللي معطتها ترى الألف دينار. صح، أنا مجرد وسيط كول سنتر، حتى في البرنامج أقول ها وصلت الكول سنتر، أنا مجرد وسيط أوصل هاي المبلغ للشخص اللي ملتزم وواعي وقاعد في بيته. بس الرياكشنات الحلوة، الفرحة، تفرحك، تحس إن أنت قاعد تقدم عمل مختلف عن كل الأعمال اللي طافت في حياتك. قدمت برامج وايد، كل واحد له هدف مختلف يعني. صح، يمكن برنامج المنتخب كان من أقوى البرامج اللي قدمتها، لكن ذي أقوى الحمد لله. صار شيء إن أثرت في الناس. صح، صارت في استكارات مريم بوكمال، ألو مريم بوكمال أنا ما بطلع من البيت وغيره، وفيديوهات وذي. أنا اللي حبيته في البرنامج إن إحنا كان له هدف واحد اللي هو إن إحنا نكافئ الناس اللي قاعدة في البيت، لكن. صح، البرنامج حقق عدد من الأهداف وإحنا ما ندري يعني. الناس ما قامت تركز كم عدد حالات كورونا في اليوم، ولا يطالعون يوميا لا مركزين او يمكن تجينا الألف دينار، يمكن احنا قاعدين في البيت، يمكن ذي والطنازه وغيره. فشوي غيرنا جو، مو بس انه لا قاعدين في البيت وحصلتوا الألف دينار،
صار يعني وايد امور. انا حبيت الصدى اللي صار في البرنامج واكثر من ظهور خلال اليوم. يعني اتوقع هذه الفكره بروحها يعني ما قد صارت وحلوه، ومثل ما ذكرتي في بدايه اللقاء مريم يعني شيء خارج الصندوق مثل ما نقول. الحين في ظل هذه الامور الايجابيه الحلوه اللي جاتك مريم والاشادات والكلام الطيب، اكيد في شيء ما تنسينه، شيء دائما تذكرينه، شيء اثر في نفسيتك، شيء ايجابي جميل تمين تذكرينه على طول، تذكرين في البرنامج؟ اي شوفي الاتصال اللي قالت لي اهلا مرحبا كمان وما شاء الله عليها من كثر ما هي مستانسه كانت تقول احسها تقول كذي، وانا مستانسه على ابي انا بعد اين وياها، لان صدق غيرت لي مود على الاتصالات اللي يصكونها في وجهي. انا مو في البيت باي. لا انا مو في البيت باي. اللي قال انت انا مو في البيت شكرا. إيه لا انا مو في البيت شكرا. هاي صارت بندي. هاي مستحيل ما تحسس. انا مستحيل ما زعل. لا كان معصى انا. خاطري تابع الحلقه يعني غنسلم عليه. ايه بالضبط غنسلم عليه. الفيديو مالك انتشر. وايد انتشر. انت لاحظتوا انه صدق يعني البرامج هذه البرامج اكثر شيء انتشرت فيه الفيديوهات اللي رياكشنات الناس صح. كانت حلوه او مو بحلوه يعني الو مريم وكمال طوط 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 هذه كان بعد فظيع يعني الو زين قولي اوكي ما بشارك او اي شيء قول يعني. اسمع يقطع اي شيء فيعني هاي الرياكشنات حلوه يعني تخليك تحسين انك انت صدق صح طالعه رايحه الشغل تأدين مهمه صح. التيم اللي وياك خلينا نتكلم عنه ايش كثر يعني يمكن الساعات اللي قضيتوها يعني كل يوم من عقب الفطور على طول للساعه 12 في الليل يمكن كنت اقول لك من الساعه ان احسن لكم لان ما في شيء على الاقل قاعدين في الدوام. خلينا نتكلم على الاجواء بشكل عام خصوصا الساعات اللي انت اوف اير مو على الهواء. بالضبط انا خليني اقول لك وايد حلو اوف اير احنا شنو نسوي. انا ابدي يعني تحضير وشيء ما اكيد ادرى ان في البدايه اي قبل الفطور اسوي شعري عشان اخلص من موضوع شعري، بعدين نبتدي عقب الفطور سلسلة المكياج واللبس و و و و اللي الناس عبالهم خلص في 10 دقائق ما خلص في 10 دقائق والله انه يبي له وقت واللبس يبي له وقت وانت لو ما قصرتي وبعد دليتي على تيلي كبرى القصير وضبطت لي شيء ما الموضوع كان انا بعد ما رحت والبس كليا يعني مواضيع كذي وفي فترة قليلة يبي لك صدق ان ناس توقف وياك اضبط لك ذي اضبط لك ذي اضبط لك ذي الكرو فريق العمل انت تعرفهم ما شاء الله عليهم انا من اشتغلت برامج وياهم وانا ما اقدر افارقهم في حياتي يعرفون اللي يعرفون حق نفسيتي يعرفون حق مزاجي تعرف كمذيع يوم مزاجك واو صح. يوم مزاجك داون انت الكرو اللي وياك هم اللي يخلونك تستانس تغير جوذي بين البرنامج شو نسوي احنا عندنا فتره طويله اللي هي مالت الساريه نطلع نمشي انا وامل بشرار وعايشه نطلع نمشي في الوزاره ناخذ لنا 4 لفات 4 كيلو اوكي مكياج يضبط المكياج اوكي شعري يضبط الشعر غير ذي نقعد توصلنا نقصه من المحلات بين الفقرات نسوي دعايات على الانستغرام نسولف حتى الصراحه الوقت يطوف كذي ولا تحس فيه صح ابدا ما تحس فيه يعني ما تقول اوه متدورين لا قاعدين ستاند باي ومستانسين ما عندنا مشكله صح. يمكن احنا قبل نختم بس انا في شغله لاحظتها وعجبتني والله ما ودنا نختم مريم انت صرتي نشيطه حتى في السوشيال ميديا اكثر الناس يعني شافت مريم وحده ثانيه صح. شافت مريم بعيد عن الرياضه بعيد عن الامور اللي لها علاقه بالكره والى اخره شلون شفتي ردود الافعال من خلال السوشيال ميديا شلون شفتي انت روحك وتفاعلك من خلال السوشيال ميديا انت اكتف على السوشيال ميديا قولي لي مريح انك اكتف على السوشيال ميديا لان انا احب مو بمريح لان انا احب انا واحدة احب الخصوصيه إيه؟ احب ان لما انا مزاجي مو بزين اختفي اسبوع ما حد يدري بس يصير اقول لك شيء إيه انت قاعد تسوي نفس السوشيال ميديا وايد طبيعي كانك مو مجبوره عليه مو مجبوره عليه قصدي لان الشغله هذا او البرنامج ذي هو اللي ضبط الموضوع بالضبط بس انا يعني ما اعرف ان يوم من الايام قاعده في البيت وفاتح اللايف وبسولف يعني انا مو طبيعتي كذي بس ان ناس في طبيعتهم كذي عادي عندهم بس البرنامج هو اللي حكم ان انا اصير اكتف على السوشيال ميديا واقول لهم مو انا بس انا صدق انا اللي يعني موجوده على السوشيال ميديا صح. بس ساعات الخصوصيه اريح انت تحب الخصوصيه يعني ساعات تشوف بدر انا بعيد كل البعد سأليني عنه وعن خصوصيته بدر ابي ضروري شوي ما اتصل في اختي في امها وينها طلعوا لي اياها بطل حتى واتساب بنموت لا بدر شخصية هادئة بس انتي اللي قاعدة تسوينا ما شاء الله احنا ان شاء الله قادرة اواصل وعاجبنا
ومرحبا كل المشاهدين ينتظرون منك المزيد من الابداع الفتره الجايه. يمكن بديتي انت في البيت الفتره الجايه هذه ما بعد العيد بتكون الموسم يمكن اللي الناس تقول ان شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعيه بعيدا عن الكورونا بالضبط. وان شاء الله التلفزيون ايضا يرجع لوضعه الطبيعي هاي اللي مخططين له باذن الله نسوي كله مسجات بوزيتيف وبرامج بوزيتيف شوي طلعنا من الوضع اللي احنا فيه بس كله كورونا كورونا بس اهم شيء راضي على اللي صار على اللي قدمتيه الحمد لله راضي الحمد لله الحمد لله الحمد لله سلم عليها ما ودنا والله شكرا مريم شكرا في البيت شكرا خذ مكافاه اذا حبيت شكرا لك مشكورين ما قصرتوا ثانك يو على شكرا لك مريم شكرا مشاهدينا للحديث اكثر عن مسلسل محمد علي رود يسعدنا انه يكون معنا مخرج العمل الاستاذ مناف عبدال عبر السكايب. صباح الخير استاذ وكل عام وانت بخير. صباح الخير وبارك ان شاء الله وكل عام وانت بخير اهلنا في مملكه البحرين. احلى تحيه لكم ان شاء الله. حياك الله وانت بخير وصحة وسلام. نهنيك ايضا على نجاح مسلسل محمد علي رود واللي يعتبر من المسلسلات امانة المميزة خلال شهر رمضان هالسنة. في البداية نبي نتكلم عن العمل بشكل عام، احنا كنا نسمع ونقرأ عنه من قبل، عملية التحضير، اختيار الممثلين، ايش كثر كانت مدة يمكن التجهيز، التصوير، المونتاج الى ان جهز العمل منعرض على شاشة تلفزيون البحرين والقنوات الاخرى ايضا. يعني على خبرتي البسيطة يمكن يعني عشان تنجح لازم تحضر تمام. نعم. فاحنا بعد عيد الفطر السابق على طول قعدت انا ويا المؤلف محمد انور وبحثنا ايش راح نسوي بعد مسلسل الدراما. فلازم نسوي عمل يفوق هذا العمل او نفس مستواه يعني ينجح صحيح. اليوم قلنا راح ندش برسك ما نبي نتشابه العمل مسلسل الدرفة. فبحثنا حضرنا يعني من شهر 5 شهر 9 بحور في يعني حاجة ثانية أيضا ترجمها في تاريخ هيك الحقبة يعني أيام والحمد لله رب العالمين. يمكن نحن كنا شاهد راح تكون ولكن الله وقدره سافر والحمد لله قلنا شوية نغلص في الكاشينات أري هذا لوكيشن حرمنا الكورونا رب العالمين نوعا ما راضين. استاذ يعني تم بناء مدينة إنتاج ضخمة للتصوير طبعا اللي صور فيها اللي تم تصوير فيها المشاهد انها هي على اساس في الكويت والهند وفي حقبة الأربعينيات، ممكن تكلمنا شلون تم الترتيب واختيار الأثاث والأزياء الهندية وغيرها من هذه الأمور؟ نعم هناك طبعا تحضير وايد مهم أي عمل يعني أساسي مذاكرة ما يقول ذاكر صح كان جيدة وكثير للجمهور. اليوم أنا منتج ويا المؤلف بعد ما فرغنا منه يعني معه ودعت آر دايركتور أنا أوجه له تحية أخويتي الأمور واللي عنده وخريج امريكا بنين في داخل مدرسه يعني محجوره يعني ما يدرسون فيها وضعنا حجر الاساس لها وتم بناء فرجان وبيوت وسوق كبير. التفاصيل اللي قاعد تشوفونها هذه كلها كان كل شيء كان مدروس يعني ما كان بالصدفة يعني هناك ترتيبات كانت كان هناك في جيش وراء مناف عبدال يعني أنا أوجههم تحية. النجاح هذا ما ينسب لي أنا بس ينسب لجميع الفريق يعني من اللي يصب شاي وقهوة إلى أكبر واحد في الفريق.
الهند ايضا انا كنت متخوف ان هل راح نعمل يعني اجواء مختلفه عن الكويت، فهذه هي الصعوبه حتى بالجريدنج بالالوان، يعني لازم يكون هناك اختلاف في الصوره. وانا وعدت الفريق كله راح تكون هناك متعه بصريه، لا الحمد يعني نجحت اني انا تصير هناك متعه بصريه للمشاهد. اليوم مشاهدنا الكريم ما مشاهد عادي، مشاهد ذكي، مشاهد مطلع السينما والنتفليكس والافلام والمسلسلات الاوروبيه والاجنبيه اللي سابقيننا في مراحل، الحمد لله رب العالمين يعني وصلنا لنتيجه مرضيه يعني الجمهور الحمد لله. يعني والدليل اكيد متابعه الناس يعني في البحرين، امانه كنت اسمع كثير من الناس كانوا يتكلمون عن المسلسل ونجاح المسلسل. الخير ايضا تحيه ايضا ابرا الشيخ المخرج احمد يعقوب، اليوم اتصل من رمضان وهناني على انه هو ناضج انسان يحترم وواثق من نفسه. يعقوب اعماله تشهد له، مو مناخ عبدال يتكلم عنه، اشكره عبر تلفزيون البحرين، وهو من الهامات والغامات المهمة في تلفزيون البحرين وفي الخليج وفي وطن العرب. أكيد احنا تشرفنا بعرض هذا العمل على شاشة تلفزيون البحرين. أستاذ مناف عبدال مخرج مسلسل محمد علي رود كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. حلوة المداخلات عبر السكايب. حلوة تابعتي مسلسلات؟ هي حلوة شوي تغيير. سنة تابعت مسلسلات اللي مثل ما قال لي فيها متعة بصرية اللي فيها اختيار لوكيشن غريب، بالضبط. حقبة زمنية غريبة، ألوان لبس غير. لأنه ذكر شغلة مهمة، بدر اليوم المشاهد وايد ذكي، من عقب اليوتيوب، من عقب نتفليكس، من عقب الاي جي تي في، صار يعرف شي تشوف، فما يصير أنت تقدم له أي شيء بس علشان تشوف وانتهى الموضوع. صح، عرفت؟ بس تابعتي أهم شيء. إيه تابعت أنا، اللهم بس من الحداد عقب الفطور إيه. وخلاص في متعة بصرية، في متعة بصرية، شفت اللوكيشن ايش حلوة، الوان وثياب، هاي اللي قصدي الالوان بعد هناك في المطبخ عاد هني ملك الالوان وملك الاكسسوارات، وتحس روحك داش بوتيك مو مطبخ. صباح الخير جراحي. صباح الخير، صباح النور، وعيدكم مبارك، عساك من عواده. ايش عندنا اليوم محمود؟ والله اليوم مسوي شيء الكل يحبه، عاده يكون اول طبق في العيد. اي وانا احب اسوي هالشيء دائما اول يوم العيد، ودائما احطه على السناب شات والانستغرام حق كل المتابعين. حلو حلو، بلاليط اي مكتوب في البور. انا من دخل هلا هذه ريوق العيد. هل انت مسويتها من قبل؟ انا اسوي بلاليط بس ما يصب بلاليطك محمود. تبين تين تساعد؟ يعني انا بلاليطي مستحيل يصير، انا اروح حق محمود يا جماعه والله ودي. تحمستي محمود. شوف الحين انا باخذ منك المقادير وانت أوكي. مكانك بعدين بايك باغش بشوف ايش سويت ايش ما سويت. نبي مقادير البلاليط على ستايل محمود جناحي. اوكي يلا. فبتحتاجون طبعا كيس كامل من الشعيريه. اوكي، في ناس تحب الشفشف الشعيريه، انا ما بشفشفه، بخلي نفس ما هو. اوكي، نحتاج تقريبا كوب وربع من السكر، وايد مهم، كل ما البلاليط يكون في شكره زياده كل ما يكون احلى، بس في ناس ما تحب وايد تكثر، بس انا ما انزل اقل من كوب من السكر. ماي ورد وزعفران وايد مهم، تقريبا ربع كوب. بنحتاج الدارسين والهيل تقريبا ملعقه كبيره، وشيء انا احب احطه في الماي عشان اخلي البلاليط ياخذ لون الاصفر الحلو، احط خليط من الكركم، عود القرفة أو الدارسين، وخمس حبات هيل. حلو، أخليه في الماء وخليه يغلي، عقب أفوح البلاليط. دقيق ما شاء الله، خمس حبات. لاحظت ترى محمود فعلا دقيق. انت لو تقرأ المقادير أحس أنا إذا زيت ولا قصرت كيكتي بتطلع تفشل. شوفي في إذا بتطبخين الطباخ نفس، فتقدرين تلعبين في المقادير. صح، إذا بتسوين كيكة، لأن الكيكة يقول لك نفس تركيبة كيميائية، فإذا تشيلين شيء وتزيدين شيء يمكن تغيرين في تركيبة الكيك، فشوي صعب، بس هاي ما يمنعك أنك أنت تحطين لمساتك في الشيء. أوكي أي. حلو حلو، تعرفنا على المقادير إن شاء الله بنروح
نشوف اكيد الطبخه شلون بتستوي. اكيد قبل تكلمنا يمكن قبل شوي عن مسلسل محمد علي رود. ما راح نروح بعيد عن هذه المسلسل، راح ننتقل لاحد الفنانين المشاركين في هذا العمل عبر سكايب. ايضا معانا الفنان الدكتور خالد امين. كل عام وانت بخير وعساك من العايدين يا رب. كل عام وانتم بخير وعساكم من العايدين والفايزين ان شاء الله. شلونكم وش اخباركم يا المملكه؟ احنا بخير الله يسلمك. شلون هالكويت؟ والله وحشتونا وايد الله يسلمكم ويطول باعماركم، لان يعني لولا الكوفيد 19 على قولتهم. اي والله المحبه في القلب، المحبه في القلب. اوه وين يا معود الحين احنا صارنا فتره. بس يلا الحمد لله. يقول لك المثل اللي بعد اللي بعد القلب ما يبعد الدرب، اهم شيء قلوبنا قلوبنا قريبه من بعض، هذه اللي هم الكيك مال الكيك البلاليط. هذه روح الدكتور خالد امين دائما وابدا، ما شاء الله عليك في كل اللقاءات سواء كنت موجود ولا عبر السكايب، دائما روحك جميله دكتور. يعني بلا شك كان دورك في مسلسل محمد علي رود يعني واحد من اهم وابرز الادوار، كلمنا شلون الناس تقبلت شخصيتك، شلون كانت تجربتك في هذا العمل؟ انا سعيد بالتجربه، لان انت عارفه وعارف اخوي ان اخذ يعني حتى في ناس وايد قالوا ان خالد دائما يعني يمثل ادوار رومانسيه، والادوار الرومانسيه هذه دوما وابدا يعني يقدمها ويقدم قضايا اجتماعيه لها علاقه بالزوج والزوجه وقضايا حب. وهذا انا من داخلي في صراع، يعني انا ما احب اني انا استمر في رتم واحد دوما كممثل واقدم شكل واحد وما اطلع قدراتي في الادوار الثانيه. فلذلك كنت حريص اني انا دائما اقدم اشياء مغايره تحديدا للاشياء اللي انا قدمتها من قبل. فدور مشاري دور انسان سيء وصولي، مجتمع صنع منه وحش كاسر ممكن، يعني علشان يصل لاهدافه اللي يبي يحققها ممكن يدمر كل شيء امامه. وهذه كانت شخصيه مشاري، فكان السوشيال ميديا كل ما يطلع له مشهد يعني احس انه يتوترون، خصوصا النساء يعني منهم، لانه هو كان يبي يدمر العلاقه اللي بينه وبين حسين وبين نجلاء تحديدا، اللي هو الفنان حسين المهدي موجه تحيه، والفنانه ابو زينب الرئيس. اي نعم يمكن، نعم. يمكن هذه شخصيه مشاري الله يسلم. يمكن قبل دكتور انا راح اوقف شوي عند السوشيال ميديا، قبل اذا تقدم مثلا دور شرير ولا دور شخص يمكن الناس تذكرها، ما كنت تقيس ايش كثر وصل هذه الدور للناس او ردت فعل الناس الا وايه بوايه مثل ما نقول. اليوم كل شيء صار على السوشيال ميديا، ويمكن اذا الناس فعلا كرهتك معناته اكيد انت اجدت الدور. فخلينا نتكلم كيف تتلقى هذه الكومنتات؟ هل انت من النوع اللي تحاول ان لا تبرر لا ترى يا جماعه هذه في النهايه دور؟ ابدا ابدا ابدا. انا هو الدور سيء تبي تبرر ما يترقع. ترقع. بس انا اقول لك احنا ترى احنا جمهورنا جمهور عاطفي يتعاطف مع الشخصيه. صح. في من جمهورنا جزء كبير الحين خصوصا بعد وجود القنوات اللي هي الديجيتال بلاتفورم بدأوا يتغير واصبحت عندهم ذائقه، فتلاقي جمهور متذوق. صحيح. المتذوق يمدح الممثل كممثل سواء كان قدم شخصيه سيئه ام شخصيه طيبه. صحيح. ولكن هناك شخصيات لا زالت تتاثر عاطفيين خصوصا النساء الكبار يعني. يعني انا اذكر في تحديدا في مجمع من المجمعات يعني في المملكه، في مملكه البحرين عندكم تحديدا، كنت نازل من الدرج الاسكليتر، وانا نازل من الدرج الاسكليتر في مره عيوز واقفه فوق الاسكليتر حاكين تقول لي ما تستاهل وين تسوي كذي انت تطرش علي وانا تحت. انا اقول لها يما انا مو متزوج. وقفت للحظات تفكر ان هذا تمثيل. انا اعتقد كذي يعني ان هذا تمثيل فعلا، انا ليش قاعد ازف الريال؟ كان يقول لا ما اقصدك انت، لا هذه مثل ما قال بدر يعني اندلدل على ان انت فعلا اجدت الدور، قدرت انك تتقمص الشخصيه بجميع بكل اللي فيها. وعلى طاري تقمص الشخصيه كنت تتكلم في المسلسل باللغه الهنديه، كلمني عن هذه التجربه. هل انت كنت اصلا تتكلم هندي
ولا تعلمت علشان المسلسل؟ وإذا تعلمت شفت في صعوبة من هذه الناحية، ناحية التعلم للغة جديدة؟ اي والله طبعا انا احب، انا محب للغات يعني، بس طبعا انا ما عمري تكلمت اللغة الهندية يعني، ما تكلمنا الا عندنا كم جملة يعني تعلمناها من السوق يعني تحديدا. اي ولكن وانا غير ايضا متابع للاعمال بالسينما بوليوود، الا قليل من الاعمال القليله يعني، يعني هذه الاعمال ما تقبل طقه بوكس ويطير من هنا لين البنايه للبنايه للحفر. لا هذه مو موجوده، هذه ما احب اتابعها اطلاقا هالاعمال هذه، حتى لو كان منها الرومانسي. اعتقد انه في الفتره الاخيره صارت عندهم اعمال وايد غنيه وجميله وراقيه يعني، بس انا غير متابع لهذه السينما، فانا جدا ضعيف باللغه الهنديه يعني، انا ما اعرف، فاضطريت اني انا يعني اترجم الجمل اللي انا مفروض اني اقولها الى اللهجه الهندي، من العربي الى الهندي، بحكم ان احنا في عندنا شباب معانا موجودين هنود يشتغلون يعني، يعني مع الكاست من ضمن اسره العمل يعني. فهذول الشباب يعني قعدوا وهم مبسوطين قاعدين يعلمونا، لان انت لاحظي احساسه هو مثلا يكون مثلا هو كاميرامان، او يكون مثلا عفوا هو يكون مساعد الكاميرامان او الفوكس فولر يعني. أي. فتلاقينا هذا صار عنده مهنه ثانيه الان، صار حريص انه يعطيني الترجمه الصحيحه 100% حسب الجمله اقولها له في العربي، ويبدا ويترجم لي اياها بالهندي، وابتدي انا احفظها، بعدين يبتدي يركز على النطق. النطق. وايضا مرات احنا كنا نقول لهم انه مو شرط انه يكون النطق سليم 100%، بحكم ان احنا اساسا يعني من سكان الكويت وقاعدين نيه بين فتره وفتره، فنقعد فتره تقول شهرين ثلاثه، فنتعلم كم جمله ممكن تفيدنا يعني عشان نقدر نتعايش مع الوضع. رغم ان بالفتره ذيك يعني بالاربعينات وقبل الاربعينات كانوا في ناس يتكلمون بطلاقه اللغه الهنديه، صحيح، خصوصا انه كان في خط تجاري ولا زالوا شيبان الوقت يعني، لما تقعد معاهم حتى في كل ارجاء الخليج يتكلم هندي بطلاقه ويتكلم اللغه الانجليزيه اذا هو اشتغل بشركه النفط قبل، صح، بالضبط يعني، هي هذه اكتسبوها نقول بالخبره من معاشرتهم لهؤلاء الاشخاص اللي قاعد يشتغلون معاهم 100%. نعم 100%. نعم دكتور، بشكل عام كيف تقيم الساحه الفنيه هذه السنه في رمضان، الاعمال الدراميه كيف شفت، شو المسلسلات اللي يمكن تابعت غير محمد علي رود؟ انا خل اقول لك الصراحه، انا بشهر رمضان لا اتابع اي عمل. اوه بعد رمضان؟ اي نعم، لا مو دائما بعد رمضان. في شهر رمضان الله يسلمك هو شهر الراحه بالنسبه لي. نعم. وعلى قولتهم شهر اللي انا اعمل فيه ريليفنج، اطلع كل الجهد والطاقه السلبيه على قولتهم من جسمي، وافكر اني اتعبد واركز وابدا اتامل، يعني اتامل حتى نفسي، اتامل وانا قاعد انام لاني ما انام بالايام العمل يعني، يكون النوم قليل ونكون ستريس عالي جدا عندنا. اقرا، واحنا ما نقرا عاده الا النصوص في الايام العاديه، خصوصا حاليا قاعد تقدم لي نصوص لأعمال ما بعد رمضان يعني، إن شاء الله بعد ما نبتك من هالجائحة هذه وإن شاء الله تبتكون منها أنتوا بعد أهل البحرين بإذن الله تعالى، ونرجع نزور أهالينا. أنا عادة يعني الجزء الثاني من رمضان اللي هو 15 ناصفة رمضان، من تصير الناصفة الله يسلمك تلاقيني أسوي جولة على دول الخليج وأمر ربيعنا، أتفطر عندهم في بيوتهم واقعد وياهم واعيش اجواءهم، بعدين اقرر انا في اي دوله من الدول اعيد فيها من دول الخليج تحديدا. نعم، وبعدين عاد اسافر اروح حق رحلاتي الثانيه. ففي شهر رمضان انا للاسف ما اتابع التلفزيون اطلاقا يعني، او اني اتابع نتفليكس في اعمال اكون انا حاط عيني عليها من زمان وبتابعها، ويكون خلص كذا سيزن يعني، فقوم اسرد السيزونات هذول كلهم، خصوصا الحين طبعا قعده البيت بالضبط، اضطرينا ان شنو يا نطالع تلفزيون يا ناكل يا ننام يا نقرا، ماكو شيء ثاني ونتعبد. هذه الدرجه الحين طبعا نورتنا عبر شاشه تلفزيون البحرين فنان دكتور خالد امين، الله يحفظ الكويت ان شاء الله واهل الكويت وكل دول الخليج ان شاء الله، نفتك من هذه الأزمة ونزوركم وتزورونا إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين، الساعة المباركة، عين وسادة وعين الحار،
انتم بطن وظهر يا اهل البحرين عاد. الله يسلمك، الله يسلمك ويحفظك دكتور. سلمك. شكرا لك. اي والله شكرا لك. شكرا. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. الله عسى الله يحفظكم. شكرا. في امان الله. مع السلامه. مشاهدينا، فريق الاعداد رصد لنا بعض التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف وياكم هذا التقرير وراجعين لكم مع باقي فقراتنا. إلى شعب البحرين الأحباء الأعزاء، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وإلى سمو ولي العهد، إلى كل شعب البحرين بكافة مكوناته، أقول الله يحفظكم ويرعاكم. من سعودي أعمل وأقيم في دولة الإمارات، أقول كل عام وأنتم بخير، أخوكم مشعل القحطاني. يسرني ويسعدني أن أزف أحلى آيات التبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى سيدي صاحب السمو الملكي ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى وولي عهده الأمين، وإلى حكومة الرشيدة، وإلى الشعب البحريني كافة، السعودية والبحرين شعب واحد ومصير واحد. كل عام وأنتم بخير. أهلنا وأحبابنا في مملكة البحرين الشقيقة، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة، والله يحفظنا وإياكم من كل شر، والله يعيد علينا وعليكم عواما عديدة. محبكم صلاح بن عبد العزيز المغلوث الأحساء المملكة العربية السعودية. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم للتهنئة لمملكة البحرين حكومة وشعبا، وأقول لهم عساكم من عوادة. أخذكم ليلى العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة. كل عام ومملكة البحرين بخير، حكم وشعبها محمد المغلوث من السعودية. كل عام ومملكة البحرين بخير وصحة وسلامة، حكامها وشعبها عبد العزيز بن عبد الله المغلوث من السعودية. أنا زهرة من السعودية، أحب البحرين. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. حبكم. رجعنا لكم مشاهدينا، اكيد نكمل وياكم حلقه اول ايام عيد الفطر المبارك. يعني احنا حابين نشكر كذا جهه، صح، كذا محل في اكثر من مناسبه دائما يكونوا موجودين معانا. حلويات مروج المحرق، حلويات قدوع وشقره للقهوه العربيه، ومحلات نوال، كافيه بلانكو، حلويات سعد الدين، وحلويات الخلود، ولادي فانز كافيه. شكرا لكم. وأنا أيضاً بدوري أحب أشكر المصممة كبرى القصير، وأشكر مصففة شعري فاطمة عوة، والميك أب أرتست نجاح الشيخ. أنا أشكر روحي. تشكر روحك والله أحسن لك. إحنا قبل أن نواصل فقراتنا خلينا ننتقل حق زهراء، يمكن ملامح اللوحة بدأت تبين. زهراء خلينا نتكلم أكثر، وين وصلتي؟ إيش قاعد نشوف الحين؟ تقريباً وصلت النص. نص اللوحة يعني لحين فيها أجزاء وايد لازم تكتمل. بتبين شلون أهمية التباعد الاجتماعي. حلو. في الحالة اللي احنا فيها ببين أن شلون أن التباعد الاجتماعي جدا مهم في هاي الوضع اللي احنا فيه. صحيح. فالفواصل ما بين الشخص والثاني تكون عبارة عن ورود. احنا عادة نقول نصلة الرحم مهمة مثل ما قلت، بس انه في الوضع الحالي لا، الأهم هو التباعد. صحيح. علشان نحافظ على صلة الرحم هذه احنا نفترق لنتجمع. بالضبط. في يوم من الأيام بإذن الله. بالضبط. بغيت تطيعين من الزعل، نفترق لنتجمع. أكيد بنرجع نشوف الشكل النهائي حق اللوحة. ايش رايك ننتقل للمطبخ؟ يلا تشوف شيف محمود جناحي وين وصل. متعود على الكاميرات محمود. انا متعود. إيه على طول على طول. ما شاء الله عليه ما يحتاج. انزين، فالحين بقول لكم ايش بسوي. فعندي الماي خليته يغلي. اها. وايش بسوي؟ بضيف خلطه الكركم والقرفه وحبه الهيل. بضيفه في الماي وبنطر بس 30 ثانيه وبضيف البلاليط او الشعيريه. شيف عندي سؤال، ليش في ناس تشفشف البلاليط وفي ناس لا؟
شوفي هو شو يقول لك؟ إيه؟ عادة اللي ما يبي البلاليط تكون هميشة وتلصق يشفشفونه ويعطونه لون فيعطي نكهة. عرفت الفرق الحين. بس عشان تتجنبين هالشيء وإذا ما تبين تسوين هالمرحلة ما تفوحين البلاليط لمدة أكثر من دقيقة. حلو. فأنا هاي اللي بسوي، فمجرد ما يفوح عندي الماي وياخذ اللون بضيف الشعيرية وبحسب تقريبا دقيقة لدقيقة ونص بالكثير. اوكي. حلو. عقب بشخل البلاليط وبنواصل في الطبخة. حلو. تفضل. فالحين بضيف انا الشعيرية. بخليش تحسبين لي دقيقة وثلاثين ثانية. الحين بشغل التايمر. شغلي التايمر. يلا. بس شغل. نتأكد ان لين نحط الشعيرية نخلط كل شيء مع بعض. عشان نتأكد ان كل شيء يتجانس واللون يتوحد عندي. انا شغلت التايمر ها؟ اوكي. اوكي. فانا بعتمد عليك. اي علي انا. اذا اختربت البلاليط انا السبب. اذا اختربت الطبخة انا مو مسؤول. مني انا. زين شيء ما انا بسألك. يلا اسألني. انا باخذ الدور اني اسأل اسئلة. يلا اسألني. شنو الطبخات الثانية اللي انت تسوينها؟ والله محمود والله العظيم ما ادري ليش ما حد يصدق ان انا طباخة. انا اصدق بس انا ما شفت. عيني والله ما يصدقون. انا ما شفت. ما يصدق. اسمع بس انا احب اسوي صراحة احب اسوي يعني الاشياء اللي فيها عيش اكثر، يعني مثلا فقاعة ربيان، فقاعة دياي، برياني دياي. احب اسوي الاشياء الثانية اللي تنحط في الفرن، لازانيا، بشاميل. يعني ما شاء الله ما شاء الله طباخة. ما حد يصدق. شوف حتى انت استغربت. لا انا يعني اسمع يقولون لي شيء ما تسوي بس ما تشوف. محمود لكن قول لي روح يسوي كيكة. ايه ما عليك انا بعلمك. بسوي لك غوزي لحم بس لا تجيب لي صوب الكيك. تقدرين تسوين تهجين روح كنها كيكة. اوه تهجيني وايد لذيذ. خلاص. بس ما يصوب تهجينك عاد. لا 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 تعرف لا 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 مساتك انت غير. والله عيست وانا اشتري في هالباكيتات الكيك الجاهز. يا محروق وداخل ماي يا مأساة. إيه؟ ما اقدر معلش هاي ان شاء الله في حلقات ثانية نخبرك شو تسوين عشان تتجنبين هالاشياء. محمود دقيقة ونص خلصت؟ ايه انزين فالحين شو بنسوي؟ بنشيل وبنشخل البلاليط. فش بنسوي الحين؟ نتخلص من الجدر. بس اخلي الماء ينزل عقب بواصل في في الطبخه. اوكي حلو. ترى هو سهل بس يبي له تكنيك. بالضبط. يعني تشوف الوقت المقادير ولازم يكون البلاليط مطيب. احب تكون في ريحه حلوه. حتى البيض بيض البلاليط مو بيض اومليت مريوقه يا جماعه. انا بقول لك انت تدرين ان احنا في رمضان من السنين في البيت كل يوم لازم بلاليط على الفطور. انت ترى ان احنا ليله رمضان لازم سحورنا يكون بلاليط؟ ترى طبيعي. لا احنا في الفطور البلاليط بالعكس حلو اساسي في ناس يعني متعودين. اساسي. ايه انا ما ادري شلون كبرت كذي. شيء مقدس اكيد في احد في البيت علمكم عليه وكبرتوا عليه اكيد ما في شك. مشاهدينا مسلسل حكايات ابن حداد من ضمن المسلسلات الخليجيه الدراميه التي تم عرضها خلال الموسم الرمضاني 2020. تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي. خلونا نشوف نبذة عن هذا العمل عن هذا المسلسل وراجعين لكم مع ضيوفنا في الاستديو. ليلى لا حد يسمعك. إن شاء الله إن شاء الله. أنا آسف أمس جيتيني وأنا ما كنت موجود سموحة. بس أنا ما جيتك أمس. صج؟ هل من اللي أني؟ هل بأبوي أنت؟ هل أمي يا زبيدة؟ هل أمي؟ تفضلي يا زوجتي العزيزة. أقول نعمان؟ يعتبر مسلسل حكايات ابن الحداد من أبرز المسلسلات الدرامية والكوميدية اللي عرضت على شاشة تلفزيون البحرين. العمل كان من إنتاج شركة حوار للإنتاج الفني وإخراج يوسف الكوهجي ونخبة من الفنانين البحرينيين منهم الفنان القدير محمد ياسين وإبراهيم البنكي وغيرهم من الفنانين البحرينيين. انتش عندك
ذاك المتيح اللي تقدم لها طردتي طرده، ما صارت ولا استوت، والحين تبين تزوجينها. في شيء؟ أنا تاجر من مدينة المصابيح وعندي لكم خوش صفقة، بس أبي واحد يساعدني يعينني. أنا عادي مشغول، ممكن هالعطالي البطالي يساعدك. مسلسل حكايات ابن الحداد رجعنا لزمن الأساطير الجميلة، واللي نتذكر منها قصص ألف ليلة وليلة بجمال بنت الوالي، واللي جسدت شخصيتها الفنانة البحرينية أبرار سبت، والفارس الشاب المكافح اللي جسد شخصيته الفنان حسن محمد. واشتغل وياك، بيني وبينك أنا التجارة لعبتي. ما عليك زود، ما عليك زود. إنزين عباس، بقول لك شغلة. سم. ترى شوي شغلة ثقيلة. شلون؟ وأنت ما تقدر تسويها بروحك. شلون؟ يبي لك واحد وياك يساعدك شوي. موجود، موجود بسلامتك. أنا عندي أخوي حمدان ذكي، يشتغل وياي. حمدان وايد ذكي، بس أنا مو بذكى مني، لا أنا أذكى وياي، يعني في التجارة أنا وياي، عقب يجي حمدان تحتي. ما شاء الله ما شاء الله، يبين يبين. إيه والله يبين. هيا الله مني أنا. عودة لكم مشاهدينا من بعد التقرير مع مسلسل حكايات ابن الحداد. هو عمل فني فكاهي حبة الصغير قبل الكبير، من خلال عفوية الفنانين المشاركين في هذا العمل المميز اللي خلق أدوار مميزة لبعض الوجوه البحرينية الشابة. راح نتعرف في هذه الفقرة على كواليس المسلسل مع الفنانة نورة البلوشي، وأحد الوجوه الشابة اللي شفناها في هذا المسلسل الفنانة فاطمة كزروني. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح النور، كل عام وانتم بخير. احب اول شيء اهنئ الحكومه الرشيده وشعب البحرين الوفي، اقول لهم كل سنه وهم طيبين، وخليكم في البيت. خليكم في البيت، هذه احلى شيء. معذره اقول لكم خليكم في البيت. واحب اعيد عليك اخوي بدر واختي الغاليه شيماء الرحيمه، ودائما هاي طلتك حلوه، انا لما اشوفك استانس. يا عليك حبيبتي، بس مو متعودين عليك ما تصارخين. لازم نسولف احنا عن المسلسل. فاطمه حياك الله ويانا، منورتنا، ونتمنى لك اكيد التوفيق ان شاء الله في اعمالك القادمه يا ربي. الله يحييك، كل عام وانتم بخير، وعساكم من العايدين السعيدين. وانا وايد مستانسه ان انا معاكم في هالبرنامج، وان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. نوره، في البدايه يعني تعود الشعب البحريني والخليجي ان احنا نشوفك في دور ام عذاري والكل داري، بس السنه الشخصيه مختلفه، الدور مختلف. شلون شفتي نفسك في هذا الدور، وشلون كانت ردود افعال الناس؟ الحمد لله رب العالمين، من عقب ثلاثه اجزاء شاركت في سوالف طفاش، الحين انا قلت يا وقت المناسب ان اغير من شخصيه ام عذاري. خذ شخصيتي في حكايات ابن الحداد شخصية أم عتيج الغيورة الأنانية، فيها بعد شوية من شر، يعني غير على ريلة كذي لهالدرجة. أحلى حلقة، حلقة الانتخابات. انتخابات، صوت واحد، صوت واحد. أقدر أوفيك. إي والله، شفت شلون؟ والحمد لله رب العالمين إن أنا توفقت. الحمد لله. الحمد لله. فاطمة، يمكن كانت تجارب من قبل على المسرح، يمكن مرة إذا هذه أول تجربة درامية لك، خلينا نتكلم أكثر عن دورك في المسلسل، شلون تم اختيارك؟ أنا سبق ومثلت في مسلسل اللي هو في بداية ظهوري في 2016 في مسلسل حزاوينا خليجية. أوكي. طلعت في ثلاث حلقات، حلقتين مع اليهال. أوكي. زين، وحلقة صار لي بطولة حلقة. إنزين. وبعدها رحت حق مسرح اطفال. حلو. وبعدين رحت كذا مسارح الحمد لله والله وفقت. هاي تجربه شلون كانت؟ حلو انها ابتدت مع الاطفال. اطفال صعبين ترى، وايد استانست وايد، يعني كانت تجربه لي ما يجاملون في الواي. اي، واول مره كنت على المسرح وايد استمتعت ويا اليهال. وحكايه ابن الحداد طبعا، انا قبل طفاش كنت وايد اتمنى ان انا اكون في طفاش، وايد كنت حابه ان اكون مع هالطاقم. والحمد لله صدفه. زين، وكل واحد ياخذ نصيبه. اكيد. يعني اتصال وتعالي. رحت طبعا، اشكر صاحب رئيس
مؤسسة حوار للإنتاج الفني، وأشكر المخرج يوسف الكهجي إنه أعطاني هاي الثقة. رحت سويت أداء تجربة يوم يومين، اتصلوا فيني قالوا إن أخذت، وأنا وايد استانس والحمد لله أنا كنت على قد الثقة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نور، الناس حبت الجانب الكوميدي في المسلسل، الناس حبتك في هذه الأدوار اللي أنت تقومين فيها، هل في اعتقادك الحين هو الوقت المناسب أو الوقت ذي صعب إن الفنان يوصل لقلوب الناس؟ يمكن تحسين إن تكرار الشخصية أو تكرار الأدوار ممكن تخلي الفنان مثلا يكون بعيد عن جمهوره ولا أقرب؟ أول شيء حبيبتي، الواحد المسلسل البحريني الهادف يكون الهادف، وثاني شيء يكون خفيف. صحيح. احنا مسلسلنا من سوالف طفاش وحتى هذه خفيف، الناس الحين ما تحب اللونجير في المسلسلات، تبي الخفه، تبي شيء تبرد على قلبها من عقب الفطور. احنا عملنا خفيف وسلس، من كذي وصل قلوب الجمهور البحريني. وبعد تعرفين بعد سوالف طفاش ما شاء الله مليون مليون مشاهد، صلاة على النبي ما شاء الله. وعمل البحرين سواء سوالف طفاش أو ابن الحداد عمل خفيف وهادف وسلس. صحيح. ما رأيك إذا توافقوني الرأي، يمكن هذه المسلسل رجعنا للمسلسلات القديمة، صانع التاريخ، بحر الحكايات، قمنا يعني هاي الأعمال الفانتازية يمكن كنا نفتقدها. فاطمة، إيش كثر صعب عليك أو شفتي تقيمتي هذه التجربة، شاركتي في المسلسل، إيش كثر صعب إن أنت تمثلين دورك في حقبة معينة، عمل فانتازي، لبس، ويمكن شوي اللهجة العامية ساعدتكم ما كانت فصحى فصحى؟ لا فصحى لا، ممكن ما حد يبي فصحى. أنا عن نفسي فصحى أسهل عندي من العامي. والله؟ والله العامي. لماذا؟ يلا قلبي فصحى العين. لأن سبق ومثلت أنا مسرح باللغة الفصحى. فصحى أي. فعندي شيء سهل، يعني أنا في كل حالتين أنا جايدة، يعني سواء بالعامي ولا بالهاي، بالعكس كان وايد سهل بالنسبة لي. والحمد لله أن اجتزت هالمرحلة بالنجاح، وأنا وايد مستانسة يعني، وأنا كنت متوقعة من نجاح المسلسل. الحمد لله. حلو حلو. نورة، أنا برجع حق موضوع اللهجة، يعني إحنا دائما في الخليج لهجتنا مميزة، لهجتنا البحرينية فيها هذه النغمة الخفيفة. شلون تشوفين الأعمال البحرينية لما تكون باللهجة البحرينية الأصيلة، ما تكون بالخليجية البيضة أو العامة؟ كلميني عن الخصوصية هذه اللي أنت من الفنانات أمانة اللي تلتزمين بهذه الجانب، تحبين أن الدور تقومين فيه في هذه الجانب اللهجة البحرينية. لهجتنا احنا حلوة صراحة، عشان كذي نجح طفاش ونجح في الخليج. عامة في الخليج لما أنا أسافر، أخوي بدر أختي شيماء لما أسافر الإمارات ولا سلطنة عمان، بس أروح شوبينج أتكلم بحريني الكل يلتفت، أنتم من البحرين لهجتنا حلوة، دش القلب يعني فيها حنية لهجتنا. صح. من كذي دش قلوب الناس كلها خصوصا الخليج. أكيد لهجتنا متميزة، من كذي احنا تميزنا في مسلسلات مسلسل ابن الحداد ولا في سوالف طفاش. صحيح. حلو فاطمة، يمكن قلتي انه كان حلمك انك تكونين ضمن فريق مسلسل سوالف طفاش، اليوم شلون تقيمين هذه التجربة، وجودك مع اسماء كبيرة من الفنانين والفنانات، الاجواء شلون كانت؟ طبعا ساعدوا وياك، استفدتي منهم؟ ما راح انسى وقفتهم معي، كلش ما راح انسى، يعني الامانه بشكل عام كلهم وقفوا وياي، انا كنت وايد خايفه وكنت وايد مرتبكه اني اود يدها يعني اني اقول اذا ركزت على الاداء بنسى الحوار، واذا ركزت على الحوار بنسى الاداء، كنت وايد خايفه. ويعني ما قصروا معي، وخصوصا اخواني الفنان احمد ميلي والفنان حسن محمد والفنان خليل الرميثي، اوجه لهم تحيه، ما قصروا معي فعلا، يعني اعطوني ملاحظات وكنت اسمع واتعلم، بالعكس صرت جريئه وكسرت كسرت الخوف اللي كان فيني، عرفت؟ لا، وانا لي الشرف ان انا اكون مع نخبه من نجوم بحرينيين عوالقه الفن، وايد مستانسه. اهم شيء انك انت حابه انك تتعلمين، هذه اللي خليتش تشتغلين، هذه اللي خليتش تتقبلين النصيحه، تتقبلين التوجيه، فانا يعني احيي هالشيء فيك صراحه فاطمه. الثقه أيه؟ الثقه طريق نجاح الممثل. اكيد. والحمد لله رب العالمين، وثقت في نفسي وهم بعد اعطوني الثقه واعطوني التوجيهات، الحمد لله كسرت الشيء من ناحيتي
وكانت تجربة وايد حلوة. الحمد لله الحمد لله. نورة، مسلسل ابن الحداد، سوالف طفاش، يعني تعتقدين الجاي شنو راح يكون؟ ما تحسين انه صار الموضوع صعب، صار فيه تحدي؟ طبعا فكرة المنتج أوجه له تحية، أحمد الكوهجي، قال إحنا سوينا ثلاثة أجزاء، هالمرة نغير. يعني أنا كبداية ما أعرف شنو، يوم خدت الناس وقريت ومثلت غير، كان كلش غير. ف شوي مغاير عن سوالف طفاش. غير ها؟ غير كلش يعني. وثاني شيء شخصية أم عتيج شخصية حلوة بعد، أبي أطلع شوي من ثوب أم عذاري. أم عذاري صحيح. ما زلت الناس تناديني أم عذاري. صدق ترى للحين. إيه حتى في اللوكيشن أنا الحين أم عتيج، وين راحت أم عذاري نادوها؟ ترى ليه قبل فترة يعني من كم شهر اختي شافتها في السوق، قالت لي ايش ما تعرفين من شفت اليوم؟ قلت لها من ام عذاري، قلت لها انا بعد ما سالتها من ام عذاري، سيدي عرفت من ام عذاري. فبالعكس هالشيء حلو. حلو اي صح؟ حتى احبين هالشيء. لا بالعكس. بالعكس احب هالشيء يعني. حتى الاطفال تدرين الاطفال صعب يا اختي شيماء، يحبوني يحبوني. ام عذاري وين؟ ترى اليهال ما يجاملون، ما يجاملون. أنا حبيبة الأطفال بس خلاص. الحمد لله أحلى شيء وأهم شيء صح؟ فاطمة بعد ما شفتي المسلسل خلال شهر رمضان، شلون تقيمين فاطمة؟ يمكن وقت التمثيل صعب تقيمين، شفتي المسلسل، شفتي دورك، شفتي أدائك، راضية؟ أنا وايد يعني شوف أنا مو راضية يعني. أنا يوم شفت قلت صدق هاي أنا، هاي أدائي، ما شاء الله طلعت بصورة وايد حلوة. الحمد لله. يعني أنا حزت الحزة، كنت أنا مرتبكة، وأنا كنت أنا وايد خايفة من رد الجمهور، يعني من يعني إنه وقت التصوير كنت خايفة تفكرين؟ كنت خايفة، إنك كنت خايفة إن شاء الله أنا أكون عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن المخرج إنه هو يعني اختارني وثق فيني. بس يوم شفت وايد استانست من نفسي وعندي الأحسن طبعاً. يمكن من الجزء الأول أنا كنت خايفة، ففي الجزء الثاني أكيد أقوى وأقوى. أكيد أكيد. نورة أكيد يعني وأنتي تقرين القصص هذه، بما أن المسلسل كل قصة منفصلة عن الثانية، كل حكاية منفصلة عن الحكاية الثانية، شنو أكثر قصة وأكثر حكاية أثرت فيك وحسيتي إن في عبرة منها، أو حسيتي إن فيها جانب يشبهك؟ والله كل القصص ما بدي جواب. كلهم عيالي. كلهم عيالي وأحبهم. لا 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 حلوين، ما أقدر أميز، كلهم حلوين يعني، وايد قصص حلوين يعني. ما أقدر أقول لك كل حلقة تقول أنا أحلى من بس الأذن الصراحة. حلقة الأذن ما تيوز معتيج تبي تسمع. لا أنا أحب حلقة الانتخابات. لا لا بس الأذن شو مصاج كانت أذنها. الأذن هاي أوردر من برا جايبينه مخصوص. هاي لأن لو في البحرين أنا راح أشتري لي واحدة عجبتني. أوجه تحية حق مخرج العمل يوسف الكوهجي، قال بحط لك أذن، أنا مسوي أوردر صدق ترى أوردر مسوي. بس واليوم خشيت روحها وغيت أموت وغيت أموت بالجفير. لو هي كانت تروح من بيت لبيت تصور استانسة، قالوا لها بس الوقت الضرورة هي لا. وصراحة قلت ما أقدر أميز، شو قلت أي حلقة كلهم حلوين يعني. الأذن ولا القرعة اللي أم سحران الأعمى، ولا شعر ولا التجميل، كل شيء أقول لك يعني. أنا أتابع أقول هذه أنا سويت، هاي اعتمد يعني صورنا، أنا أضحك الحمد لله. مواقف اللي تصير في اللوكيشن شنو يمكن مواقف يمكن مرت عليكم ما تنسونها؟ موقف اللي صار موقف لما أقول لك أختي أخوي بدر أن أم عذاري وما زالت روح أم عذاري موجودة. مشهد القط والعود. أوجه تحية لدم يلي وايد. وخليل رميتي. خليل رميتي في يده سمجة. عتيجو تعال انزين. احنا أنا طلعت من حجرة. أنت كاش حونة تسوي في ولدي؟ يقول أم عذار أنت خليت وقعت. أنت أم عتيج، أنا أم عتيج. المخرج ضحك
الكل الطاقم العمل كلهم ضحكوا في بالي قلت انا مو معذره معتي قلت لا نبي ينعاد ينعاد وقفي وقفي احسن انت صبري انت صبري بس ومعذاري انا انت ما تبين ولدك يصير زين انا بعالجه وانت فاطمه مواقف ظريفه ومضحكه ما تنسينها صارت في اللوكيشن صراحة وايد مواقف خصوصا اذا اقوم من الصبح اني وانا مفهية ويقولون اكشن وانا مفهية ويقولون الحوار الحين دوري المفروض اقول انا لا ناسية الحين فاطمة وين؟ انت في شوك نقول لها يعني صدق ان الايام كانت وايد حلوة برغم انها متعبة بس كانت فيها لذة لذة التعب اللي كانت فيها كنا وايد مستانسين يعني مع طاقم كنا على قلب مستانسين الحمد لله رب العالمين بس هاي اللي اتذكره صراحه وايد مواقف يعني خصوصا بعد مشاهد الفنان خيال الرميثي لان اخوي اللي في البيت انا اخوك الحادي ليش تطلع طبعا قبل ان اختم وياكم نبي نعرف طبعا يمكن الوضع الراهن الحين وقف كل شيء بس اللي نعرف انه بديتوا يمكن تصوير الجزء الثاني ما نبي نتكلم عن تفاصيله بس توقعاتكم ان شاء الله الجزء الثاني من المسلسل الجزء الثاني الله يسلمك اكثر في اكشن صح ومكثف من الجزء الاولي صح وفي شخصيات جديده يعني شاركونا وان شاء الله بعد مثل الجزء الاولي واحلى ان شاء الله متفائلين ان شاء الله الحمد لله يعني الحمد لله خلصنا 60% من المسلسل الحمد لله وان شاء الله الله يرفع عنا هالبلاء ان شاء الله ونخلص يا رب نستمر يا رب يا رب شكرا لك استاذه نوره البلوشي وشكرا لك فاطمه كازروني والله يوفقك ان شاء الله في الجاي امين استاذه طبعا استمتعنا في هذا العمل امانه وجودك كل عيد مهم ان شاء الله هالطله ما ننحرم منها شكرا على تواجدك معنا اكيد في اول حلقات العيد اشكر اتلي كبرى قصير ما تقصرت دائما بعد لبستك اليوم لبستني هذا بعد ما شاء الله انا اطلع في العيد ما قصرت هي بنفسها الله يحفظها اختارت لي هذه اللون تستاهلون تستاهلون كل الخير شكرا مشكورين كل طاقم العمل اللي ورا الكواليس وكل سنه هم طيبين وانت بخير وبصحه وسلامه احنا بنطلع فاصل سريع راجعين مع باقي فقراتنا خلكم وياه رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومرة أخرى حابين نشكر حلويات مروج المحرق حلويات قدوع شقرة للقهوة العربية محلات نوال كافيه بلانكو حلويات سعد الدين وحلويات أيضا الخلود ولادي فانز كافيه وأنا حابة أشكر أتيلي المصممة كبرى القصير والماكيرة نجاح الشيخ وشعري فاطمة عوة وبدر تفضل لا شكريني وأشكر بدر على اهتمامه بطلته بنفسه أنت الصح والله المطبخ المطبخ اهلا وسهلا انزين وانتم كنتوا مع ضيوفكم انا أيه؟ سرعت العمليه وخذيت البلاليط وحطيت الشكر والبهارات اللي عندي حلو. شويه ملح وزيت وحطيت الخليط على النار لمده تقريبا ربع ساعه على نار هاديه حلو. فاستوى عندي الحين البلاليط باقي بس اسوي شنو البيض البيض أيه؟ في ناس تحب تسوي البيض نوع السكرامبل في ناس تسوي نفس العجه والاومليت اوكي انتوا شو تحبون انا احبه اهم شيء يكون فيه هيل واحسه مطيب اي يعني يكون غير عن البيض اللي ناكله في الايام العاديه بيض بلاليط أوكي. بغض النظر عن الطريقه أوكي. بس احبه افضل يكون اومليت اومليت اوكي إيه؟ انا اسوي اومليت بس ازيد الملح فيه ازيد ففي ناس تحط ملح وفلفل وهيل انا ما احط إيه؟ انا بس اسوي البلاليط حالي واسوي البيض مالح حلو. عشان يصير بالانس بين المالح والحالي فنان كيف حلو. انا الحين عندي هني البيض خلطته في هالمله الحلوه اللي تمشي مع الطقم اللي عندي كل المواعين حلوه حلوين تعور قلبي كلهم حلوين لازم تشوفي العين تاكل قبل اي شيء فلازم بالضبط. كل شيء يكون حلو فعندي هني في المقله زيت كانولا سخنته الحين بحط الاومليت او بحط البيض واسوي الاومليت
فقولي لي لين انتي تسوين الاومليت هل تطلع وياك ناجحه دائما لين تقلبينها ولا ايه تتفرفش؟ لا لا ناجحه الحمد لله. انا فاشل في القلبه. لا بدر انت شاطر في انواع البيض. في القلبه لا لازم اخذ صحن. شفتي المقلوبه شلون يسوونها؟ لا انا في القلبه شاطره. انا يعني بس هو اي هو السر ان ما تستعجلون، يعني لازم تتاكدون ان السوائل اللي في البيض تجمد عشان صح تقدرون تقلبون. ايه ولين تقلبون تكونون سريعين، يعني مو بالعدال بالعدل وتقلبون. ايه فخلكم خلكم سريعين شوي. حتى اتوقع يعني الفراينج بان لازم يكون صح انه نون ستيك في انواع اللي يمكن اي وايد مهم ان 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 الزيت يكون شوي يعني تزيدون في الزيت عشان ما يلصق، والنون ستيك بان وايد يساعد انه ما يخلي الشيء يلصق. هاي وايد مهم. بس بعد في ناس يعني مساكين لو يحطون قالون دهن قالون دهن اي والله ونون ستيك بعد ما ادري ايش يصير عندهم. فقلبنا البيض الحين لما الجهه ذي تستوي ايش بسوي؟ بنشب البلاليط. بلاليط اي. فطبعا بنشب البلاليط في هالصحن الحلو اللي عين شيء ما فيه. اي والله تبارك الله وايد جميل. محمود اليوم جاي من وقت ومرتب المطبخ ومزينه حتى ورود جاي ما شاء الله عليك. ترى هو شاطر في البرزنتيشن. هاي الصوت متعوب عليه ها ويا الورد. هو وايد مهم دائما لازم تركزين على التقديم وايد مهم. مو حلو ان الصحن يكون معفوس وفي يعني تشوفين كل شيء طايح. واختيار الصحن يعني على حسب الطبق، يعني مثلا هاي الصحن ما باكل في باستا مثلا صح، بس تشوف شلون انت اخترت طبق يعني مناسب حق الصحن اللي بتحطه فيه. يعني حلو انه لا غطى فبرزينها شيء حق الاهل تحطينه من الصبح يقومون تفاجئينهم. يا سلام ان شاء الله نشوفك الساعه 4 الصبح قايمه. أيوة. ان شاء الله محمود ان شاء الله. احنا اليوم اول يوم العيد فما ادري اذا سويتي بس مو ان انا ما اسوي ريوق ها. إيه بس باكر ان شاء الله نشوفك كذي. اي اي باخذ من الصبح اي بسوي ريوق وبايكم. إيه. فش نسوي الحين؟ ناخذ إيه البيض اللي جهزناه ونخلي فوق البلاليط بهالطريقة ونقدم حلاته مع كوب كرك أو شاي حليب مع زعفران. إيه؟ وأقول بالعافية على قلبك. الله يعافيك تسلم يدك مقدما محمود. شكرا لوجودك ويانا اليوم. شكرا على الصبر. فعلا أنا كان خاطري أن محمود يكون ويانا في برنامج من البرامج. وتحققت الأمنية ويوم يوم حلو. بالضبط. احنا من المطبخ وننتقل لستيج الرسم. نشوف مع الرسامة زهراء الأحمد. طبعا الملامح الحين شوي يمكن بينت للحين ما خلصتي. طبعا خلنا نتكلم شوي للمرحلة اللي وصلنا لها. ما شاء الله انا ما اشوف لنا من بعيد. بدر انا قاعده اشوف اللوحه يعني تشوفها في المونيتور. شش حلوه ما شاء الله ابداع. انا خلصت بس بعد اعتبرها رسم سريع طبعا مو دقيق. المبدعه دائما والله في كل حلقه تفاجئنا زهراء. تسلم تسلم شكرا لك. طبعا اللوحه مثل ما قلت عن التباعد الاجتماعي. اذا ملاحظين هناك بعد اللوحه بعد نفس الشيء بس هذه تعبر عن ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذه ان شاء الله من هذه الحال اللي احنا فيها. الدكتور خلاص يشيل الماسك. ما تعرفي شو خلص منه وانت تتكلمين. ما تعرفي الشعور اللي يعني والله كشعرين بي. ترى انا من مساحه قاعده اشوف اللوحه بس ما انتبهت ان مكتوب دان. ما توقعت هو كأنه مثل الختم دان وان دام لاحظين الختم في مكتوب عن فيروس كورونا ان دان يعني خلاص تخلصنا منه وان الدكتور خلاص شال الماسك ولبستي تاج ولبسنا تاج. هذه صدق رسمه معبره عن ألف كلمه صراحه صدق والله. زهراء ألف شكر لك. اتمنى لك ان شاء الله دائما التوفيق ولا تحرمينا من رسماتك اكيد في برامجنا. اكيد شكرا لك زهراء. شكرا لكم بدر. اذا تسمح لي في شيء بضيفه من ضمن اللوحات الجميله الموجوده صوره لصاحب الجلاله عسى الله يطول في عمره
والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان. أمانة الصورة يعني ما أدري أثرت فيني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، دائما أقول الحمد لله على نعمة إني بحرينية. إحنا الحمد لله قادرين على إن إحنا نوقف في وجه أي أزمة، عندنا فن في إدارة الأزمات، عندنا قدرة على حل المشاكل والأزمات بوقفة هذه القيادة الرشيدة وبوقفة هذين الأشخاص اللي قاعدين يشتغلون ليل نهار. ما بقول هم جنود مجهولين أو خلف الكواليس، إحنا كلنا نعمل في الصفوف الأمامية ضد هذا الفيروس. فيروس كورونا بدر خلاني صدق أفتخر إني بحرينية. أنت لو بتتكلم عن هذه الإنجازات اللي صارت من اللحظة اللي فيروس كورونا دخل فيها أرض مملكة البحرين الحبيبة ليل يوم، افتخر إنك بحريني. أقول الحمد لله، لله العالم كله قاعد يشهد بالنجاح اللي حققته مملكة البحرين جميع النواحي. اليوم كلنا وقفنا مع بعض، كلنا التزامنا، كلنا واعيين الحمد لله. لو ما الشيء ذي ما كان موجود كان احنا ما وصلنا اللي وصلنا له اليوم من انجازات وارقام طبعا نفتخر فيها فعلا اليوم. من جميع النواحي، الناحيه الصحيه، الاعلاميه، الاقتصاديه، الامنيه، الحمد لله على نعمه البحرين. شاهدينا في نهايه الفتره الاولى من تغطيتنا الخاصه بمناسبه عيد الفطر المبارك. طبعا نتمنى ان حلقتنا نالت على اعجابكم، ونبارك ايضا لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر، والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاول الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والى شعب البحرين وجميع المقيمين بهذه المناسبة. عساكم من عواده ومع السلامة. مع السلامة.